تعمل تعمل ايه؟ ايه ده؟ انت كنت هتقول هتعمل ايه؟ ايوه طب يبقى نقولها مع بعض بقى. ماشي، هتعمل هتعمل ايه؟ ايه؟ هحضره. يا جماعه انا صليت لربنا استخاره ووصلت القرار، مش عايز حد يعارضني فيه خالص. تفتح محل بلاي ستيشن؟ بس يا عطف بس. لا انا هساعدكم. الحمد لله. بس زي ما هساعدكم انتوا كمان هتساعدوني. الكتاب اللي في ايدي ده خطر جدا ومليان تعويذ اعوذ بالله وسحر اسود وحاجات كده. طب ارميه. وفي التعويذه اللي هتساعدنا اننا نظهر العفاريت اللي جوه. العفاريت اللي جوه؟ ايوه اللي جوه. في ايه؟ انا مش عايزك تخاف من كلمه جوه دي تاني خالص. حاضر. التعويذه اللي جوه هي لما اقولها هتكسر حاجز الخوف اللي ما بينكم وما بينهم، مش هتخليكوا تخافوا منهم تاني خالص. عارفين ليه؟ عشان الجن والعفاريت دول عبط. ده لما بييجوا يتنكروا حاجه يعمل لك قطه، يعمل لك مش عارف راجل طويل. يا بسم الله الرحمن الرحيم. حوالينا لا علينا يا رب. ده المحمول يا دكتور، سرعت امي. لو سمحتوا الموبايلات سايلنت. ايه فين المحامين؟ اتفضل خش في الموضوع. كلمني كمان خمسه بطيخ عشان في ميتنج. قول له يجيب فينو لابويا. فينو ايه وبطيخ ايه؟ مش اوانه اساسا، اتفضل يا سيدي خش في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. تعويذة قلب الحبيب. خليتنا نقول تحويجة يا أخي الله يسامحك. ممكن تسكت خالص يا أستاذ مؤنس؟ آسف. تعويذة قلب الحبيب، تعويذة ربط الحبيب، تعويذة شقط الحبيب. مفيش تعويذة حلبة بحليب. تعويذة حلبة بحليب دي في القهوة اللي تحت بيتكم، تمام؟ تعويذة شفط الدهون. ايوه حلوه التعويذه دي، يبقى شيلها لي على جنب. لا معلش انا اسف، انا هقوم امشي، الناس دي طالعه دريم. انت اللي جايبهم معاه. معلش انا اسف، انا فعلا مهزأ. اتفضل يا سيدي خش في الموضوع. تعويذه ايه؟ تعويذه الجن والاشباح. ساح يا بداح يا خروف نطاح، ما الذي كان وما عادش وراح؟ أنا الأوان تظهر وتبان، ياللي مستخبي من زمان. لو مستخبي تحت الأرض اظهر، لو مستخبي فوق السطح اظهر، لو مستخبي جوه الحيطان اظهر، لو مستخبي في الغيطان اخلص.